الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن أتكلم عن المقدم طريق العلوية سيدي محمد من الحاج محمد الشرقي العمارتي العلوي، عاش رحمه الله 78 سنة في بلده، أي في بلد المغرب، وعاش في أنحاء الجبال ديال الريف، وهو جبل المعروف بجبل حمام، لأن كان خلف لأبيه مقدم للطريقة العلوية، خلف لأبيه سيدي محمد الشرقي هو أول مقدم طريقة العلوية، أخذ الطريقة العلوية من الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي رحمه الله وقدس الله أرواحهما في على عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المقدم نريد أن نتكلم عليه ونعطي التاريخ الذي سمعنا منه. هو ولد في عام 1929 وتوفي 2006 يوم 23 غشت 2006، هذا هو اليوم الذي توفي فيه، كان يوم الأربعاء 23 غشت 2006 رحمه الله. ودفن مع أبيه في قرية أجنس بني عمارت الحسيمة، يعني في جبل حمام. مات رحمه الله وقدس الله روحه، وولى في الخلافة ديال المقدم ديال الوالد نتاعو، يعني خادم الفقراء، وهو سيدي أحمد ولد الحاج سي محمد الشرقي، هو اللي ولى الآن مقدم في مكانه بإذن الفقراء وإذن سيدنا الشيخ إن شاء الله. وفي هذا القدر كفاية باش نتكلموا، أريد نبغينا نعطيو هذا التاريخ تاع سيدي المقدم رحمه الله، ولهذا عاش 78 سنة، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنته، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.